نحن الآن يا شيخ كثير من البيوت الآن استعداد وشبه استنفار أيضا، لأنه الاستنفار لم يكن موجودا الآن في يعني للأسف، حول الاختبارات يا شيخ، نريد أن نقف معها، نريد أن يكون أن تكون هذه الوقفات يا شيخ موجهة إلى الأسرة في المقام الأول يا شيخ، ثم إلى أبنائنا أيضا الطلاب والطالبات، ثم إلى إخواننا وزملائنا من المعلمين والمعلمات حفظكم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، توصيف هذه الفترة بأنها فترة استنفار هو واقع كثير من البيوت، وبالتأكيد أن فترة الاختبارات في كل الأحوال سواء كان الطالب مجدا أو كان مهملا هي فترة تحتاج إلى عناية، وتحتاج إلى بعض الوقفات المتعلقة بأطراف عديدة منها الأسرة. الأسرة بالتأكيد هي النواة الأولى التي عنها يكون الإنتاج المبارك النافع، أو يكون عكس ذلك الإنتاج الذي يفسد أو لا ينفع في المجتمع على أقل الأحوال. الأسرة من الأب والأم والإخوة، لأن لا نحد ذلك بطرف، بل الأسرة هي تجمع بشري مصغر، المسؤولية فيه متوازعة وليست مرتكزة على ركن منها أو على أحد أفرادها في الغالب، لأن الولاية فيها مشتركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. كذا الأخ الكبير راع ومسؤول عن رعيته، الأخت الكبرى لها ولاية على من دونها من الصغار في التوجيه. فالمسألة لا تقتصر فقط عندما تحدث عن الأسرة عن الأب والأم بالتحديد، بل عن كل من له تأثير، سواء كان أبا أو أما أو ابنا أو أخا أو أختا أو صغيرا أو كبيرا، فكل من له تأثير، وهذا ملاحظ أن الأسر يتفاوت فيها التأثير، قد لا يكون للأب تأثير وقد لا يكون للأم تأثير، إنما التأثير لغيرهما. فالمقصود كل من له تأثير ينبغي أن يعتني بهذه الفترة فيما يتعلق بمراعاة نفسيات الأبناء والبنات المختبرين، فإن مراعاة نفسياتهم مهمة. ومراعاة النفسية ليس المقصود بها الإسراف في التدليل وتطويع الرغبات والشهوات، لا، المقصود بها تهيئة الأجواء المناسبة لهذه الفترة التي يؤدي فيها الأبناء والبنات والطلاب والطالبات على اختلاف مراحل تعليمهم اختبارات تحصيلية أو اختبارات يحصدون بها جهد عام كامل. لابد من تهيئة الجو لهذه الفترة بكل ما تعني الكلمة من الاهتمام والعناية والحث والترغيب، وقد يكون الترهيب أحيانا، فهذا يختلف باختلاف الأبناء والبنات والطلاب والطالبات، أيضا بتخفيف الأعباء التي تشغلهم عن الدراسة. أيضا هنا مسألة مهمة وهي تأكيد الحفاظ على الوقت، لأنه الغالب أن كثيرا من الأبناء والبنات قد تسرقهم الشواغل ويسرق أوقاتهم الاشتغال بالأجهزة المعاصرة، وتجد الابن يمضي وقتا طويلا وهو في الغرفة على أنه يذاكر، وكذلك البنت، والغالب في الأبناء يعني الغالب في الذكور وهو قاعد يعبث في جهازة. يعني البنات يا شيخ يعني أكثر، والله يا أخي حسب الملاحظة أنه الجنس البنات أكثر عناية بالتعليم من جنس الذكور، وهذه يبدو لي ليست خاصة بمجتمع بل هي عامة. وفي كل الأحوال نحن نوجه الخطاب للجميع ذكورا وإناثا، ينبغي أن نحذر من سرقة الأوقات، لأنه قد يمضي وقت، هذه الأجهزة ملحوقا عليها، يمكن أن يستدرك ما فاته في المطالعة فيها في أوقات أخرى، لكن المهم أن يوفر جهده في إتقان ما سيختبر فيه. من الأمور التي ينبغي أن تركز عليها الأسرة تربية أولادهم ذكورا وإناثا أبناء وبنات على الرقابة فيما يتعلق بحق الله تعالى في الصلوات ألا يضيعوها، فيما يتعلق بعدم الغش، لأنه بعض الأسر قد تشجع على هذا بأن المهم أنك تنجح، المهم أنك تحصل درجة، فيعلم الأب أو الأم أو المؤثر في البيت أن من في بيته من أبناء أو بنات يمارس الغش أو يتفنن فيه أو يعد له ويتغاضى عن هذا، وهذا غلط، ينبغي أن
ينبه إلى هذه الإشكالية. والمقصود أن الأسرة عون لولدهم فيما يتعلق بهذه الفترة. من أوجه عون الأسرة للأولاد هو التوعية والتبصير بأخطار تحيط بهذه الفترة، من رواج الحبوب المنشطة، ترويج بعض أنواع الحبوب التي تعين على الاستذكار، وهي تدمر الذاكرة وتدمر النفسية، وهي مفتاح وخطوة إلى المخدرات إن لم تكن مخدرات في 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 بعض صورها كالكبتجون. نعم. وما إلى ذلك، والمروج لها كثير، ذاك أن الفترة يحتاج فيها الطالب إلى استذكار، يحتاج فيها إلى البذل المزيد من الجهد، وهذه قد تعطيه شيئا من مما يطلب على وجه مؤقت، لكنها تدمر ما 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 يكون من 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 نفسية وعقل وقدرات، كما أنها تفتح بابا واسعا للمخدرات التي تنتهي بدمار الحياة وفساد الدين والدنيا. أيضا من العناية بالصحبة سواء ذكورا أو إناثا، تنبيه الأولاد إلى صحبة من يصحبون في هذه الفترة. وأنا أؤكد هذه الفترة، الفترة فيها نوع من الارتخاء فيما يتعلق بخروج الطلاب والطالبات، فيحصل تأخر من بعض الأولياء في أخذ أولادهم، فيصحبون من قد يؤثر عليهم، قد يخرجون من الاختبار مبكرا فيذهبون يطوفون لا سيما الذكور في 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 الشوارع أو في الطرقات، ويجري من التفحيط وما إلى ذلك، ما هو مشاهد معروف. عنايتنا بأبنائنا هي جزء من مسؤوليتنا، يعني ذهاب المدرسة ليس معناه أنك خلعت عبء المسؤولية على غيرك وانتهى دورك بوضع باب المدرسة. ينبغي أن تعرف أن متى يخرج، متى من يخالط، من يصاحب، ماذا يفعل في داخل المدرسة، كل هذه أمور لا بد من العناية بها. حتى نكون الأقرب إليكم، تابعونا على موقعنا الإلكتروني، كما نسعد بتواصلكم معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك وأيضا على تويتر، وبإمكانكم دائما مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب.